الإخباري في كل مكان. ما زلنا نغطي مع حضراتكم مسيرات طبعا مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل شوارع وميادين الجمهورية طبعا في مختلف المحافظات. احنا دلوقتي معاكم من محافظة الجيزة في مسيرة لأحد الأحزاب طبعا، وبتنطلق من جامعة القاهرة حتى ميدان الجلاء طبعا. المفروض في التجمعات طبعا هتكون في ميدان الجلاء في أعداد كبيرة جدا جدا واحتفالات تأييدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا أعداد كبيرة جدا جدا. كبيرة جدا جدا تأييدا ودعما للسيد الرئيس خلال الفترة المقبلة، وخاصة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ناس كتير جدا جدا متجمعين في كل الميادين ومختلف المحافظات طبعا بالأغاني الوطنية، وأعداد كبيرة زي ما حضراتكم شايفين معانا طبعا احتفالا وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة يعني جمع أو حشد كبير جدا من المواطنين، خلافا طبعا عن التصريحات أو عفوا تحرير توكيلات الخاصة بانتخابات الرئاسية منذ 7 أيام أو طبعا حتى اليوم التوكيلات بتجرى والمواطنين بينزلوا علشان يعني يعملوا توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات في الفترة المقبلة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين أعداد كبيرة جدا جدا من المواطنين، وتجنبا ل يعني ان هم يوقفوا الطريق والكلام ده، فطبعا أعداد في طريقها إلى ميدان الجلاء. طبعا في كل الميادين ومحافظات الجمهورية أعداد كبيرة جدا جدا من المواطنين وتجمعات كبيرة كما شاهدنا طبعا في ميدان أو بجوار جامعة القاهرة، وأيضا في ميدان الجلاء الآن، وفي ميدان الفسطاط في بعض المحافظات سواء في القاهرة أو الجيزة أعداد كبيرة جدا جدا من المواطنين، وفي الفيوم وفي محافظات الصعيد أيضا. المسيرة في طريقها إلى ميدان الجلاء حيث التجمعات عدد كبير جدا من المواطنين في ميدان الجلاء لاحتفالات كبيرة جدا جدا وتعمل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة. Thank you.
طبعا في تفاعل جد كبير مع او من المواطنين مع طبعا المسيره والاعداد اللي في طريقها الى ميدان الكلام. أعداد كبيرة جدا جدا من المواطنين ومسيرة حاسدة طبعا لأحد الأحزاب وفي طريقها إلى ميدان الجلاء حيث تجمع عدد كبير جدا جدا من المواطنين تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، واحتفالات كبيرة جدا جدا في شوارع القاهرة وشوارع الجيزة أيضا، يعني حشد والمواطنين فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية مقبلة خلال يعني عام 2024. طبعا كلنا داخلين على الانتخابات اللي هتنطلق في اول ديسمبر المقبل، وايضا احتفالا بانتصارات اكتوبر العظيم. طبعا احنا مكملين معاكم من خلال موقع بصراحه الاخباري اول باول، وبنرصد لحضراتكم كل التفاصيل والتطورات من كل الميادين والشوارع، والشوارع زي ما حضراتكم شايفين طبعا جميله جدا جدا، وناس مبسوطه ومكملين معاكم. شكرا لكم والى اللقاء.